السادة الوزراء السلام عليكم. كان بودي نجي اليوم بتقديم اقتراحات، ولكن بعد ما سمعت الخطاب تاع الوزير الاول جاب لي ربي ماناش عايشين في نفس البلاد ولا في نفس الزمن. السيد الوزير الاول، في هذه السنوات الاخيره الجزائر عرفت كوارث طبيعيه كما زلزله شلف، بومرداس، والفضيانات تاع باب الواد وغردايه. ولكن الزلزله اللي ما عندهاش رقم في ليشيل دو ريشتر هي زلزله الفساد والرشوه اللي خلقتوها انتوما. 98% تاع الميزانيه تاع بلادنا جات من البترول والغاز. هذه الخيرات ما عندكم حتى دخل فيها، جاتنا من عند ربي سبحانه. هذه ثروات للمفروض يستغلها ويستفاد منها الشاب، صبحت وللاسف في يد بعض المسؤولين. حتى وصلت بلادنا اليوم تمثل بالبقره تاع اليتامى. اشربتوا الحليب وحدكم وبعتوا البقره والشعب يشوف لا حيا لا دين. سيد الوزير الاول، في هذه القاعه العام اللي فات وفي مثل هذه الوقت تكلمت على الرشوه والاختلاس اللي راهي فايضه في البلاد. الجواب انا ذاك تاع الوزير ديالكم كان هادو الناس تاع الارشيد الفوضويين، الجزائر بخير والرشوه غير موجوده. شهر من بعد فضحكم ربي، حتى صبحت كل الجرائد الوطنيه وحتى الدوليه تتكلم على فضايح سوناطراك، لوتوروت است واست، لو مترو دالجي، فضيحه لي شومان فار، الاستعمال تاع لي بونك بيبليك بور فينونسي لي بروجي تاع ولادكم وصحابكم، فضيحه اير الجيري وين لو 5 نوفمبر ما تنجمش تحط لي زافيون ديالها في لي زاوروبور تاع اوروبا، والفضيحه الكبيره قولوا لنا وين تتعاودوا لابارتي اس تاع لوتوروت، اشحال سقام لكم وفي ظرف شحال من الوقت تكملوها. والرد تاع الرئيس الجمهوريه على كل هذه الفضايح هو التعديل رمزي في الحكومه الحاليه. الغريب لما تدخلت العداله في هذه الملفات مدت للحبس الى للسكرتير جينيرو وبعض الاطارات. كوم توجور il n'y a que les petits qui sont sacrifiés dans notre pays. والمسؤولين السياسيين المذنوبين يتجولون بين امريكان فرنسا وانكلترا. الحقيقه ما رجعوا الى بلادهم الاصليه. سو سون دي كوبيرون تكنيك. في نفس الوقت العداله الجزائريه كانت مجنده في عين الحمام ويغزر مقران ضد بعض الشبان للذنب الوحيد ديالهم النكله ورمضان. سيد الوزير الاول، ماذا تقولون على بعض المسؤولين اللي كلاو رمضان وشعبان، اللي كلاو الرمل تاع الويدان، اللي كلاو سوناطراك، اللي كلاو الكودرون وشربوا حتى الدم تاع الشهداء؟ كل هذه الاشياء اللي هي حلال عليكم وحرام على الشعب. سيد رئيس المجلس، سيد الوزير الاول، في الاشهر الاخيره ناضت ضجه اعلاميه ليس لها مثيل منذ الاستقلال ضد كتاب تاريخي كتبه الدكتور سعيد سعدي يتكلم على حياة والنضال واستشهاد العقيد عميروش. في هذا الكتاب يتكلم كذلك على حبس الجثمان العقيدين سي الحواس وسي عميروش من طرف الرئيس الجمهورية انذاك. شيء اللي هو غير مقبول بالنسبة لنا. لما لاحظنا باللي ما فيش مسؤول وطني واحد الى سعيد سعدي اللي ندب بهذه الجريمه لا انسانيه. لا نون دينونساسيون دون كريم اي تون كريم. سيد الوزير الاول، بعد ما زكيتوا هذه الجريمه حليتوا الباب لكل خونه باش يصفيوا حسابات سياسيه مع الشهداء. ما هو تفسيركم لما قبلتوا تنحيوا اسم بن خطه من الجامعه الجزائريه؟ ما هو تفسيركم لما قبلتوا تنحيوا اسم الشهيدة ملكة قايد من ثانوية الحراج؟ وعلاش ما بدلتوش الاسم تاع الايروبور تاع تلمسان واليونيفرسيتي تاع باب الزوار؟ وفي الاخير كيفاش قبلتوا للرئيس بلدية تاع الجي سونتر وهو من الحزب ديالكم باش يسمي مزبلة باسماء الشهداء؟ ها هي مزبلة باسم احمد زبانة، ها هي مزبلة باسم حسيبة بن بوعلي، وهي مسألة باسم عبان رمضان.